يا احلى بكل مشاهدينا وين ما تكونون. حضرنا وحضرنا الورق وجيناكم اكيد حتى نربحكم ملايين هوايه بانتظاركم. نرجع نعيد عليكم، قلنا الجوكر 150,000، اذا لون 100,000، واذا الرقم ينضرب اكيد مع اللون 50,000، ايش قد الرقم؟ مثلا 10 نبلش نص مليون، 9,450، 8,400، وتنازلي اكيد الربح راح يكون وياكم. فخلينا اكيد نجمع الورق بالبدايه للمصداقيه، من 1 لـ10 وجوكر، من 1 لـ10 وجوكر احمر لو اسود. اوكي، خلينا هسه نجمع الورق حتى نخلط الورق ونستقبل اتصالاتكم الجميله. نرجع نذكركم بالارقام الموجوده اسفل الشاشه. خلينا نعرض الارقام: 07 8700 942. مثل ما قلنا قبل فترة أو قبل يومين، وأكيد زميلي علاء شدد وعاد الكلام، اللي هو طبعا كثافة الاتصالات الهواية اللي دا تشوفوها والنجاح اللي دا يلاقي البرنامج، جبرنا أنه نغير الأرقام لأنه شركة واتساب صراحة كانت كلش ممتعبة بالأعداد والأرقام الكبيرة اللي وصلتنا. فإحنا كلش فرحانين بكم، وبعدنا مصرين على المزجات المجانية عبر الواتساب، وإحنا نتصل بكم على حسابنا بدون ما تصرفون ولا فلس. فخليني أبلش بخلط الورق وناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، الاسم الثلاثي لو سمحت. محمد داود وردي. محمد داود وردي، يا هلا ومية هلا بأبو جاسم. محمد من وين أنت؟ الله يسلمك. من وين أخويا؟ أنا من ديالة. من ديالة. حي الله للبرتقال وحي الله لديالة اللي نحبهم هواية. يلا تمام محمد، أنت تشاهدني على شاشة السومرية؟ تتابعني؟ نعم. يلا تمام، يا ريت تنسى صوت التلفزيون كلش وتسمعني بس من التليفون حتى لا ينقطع الاتصال. يا تسلم راسك. يلا تمام محمد، هسه انا دخلت الورق، اتوقف. تمام توقفت عن خلط الورق وامامك الورق. محمد. نعم. اقطع. اقطعي. يلا عندك جهتين يمين ويسار يا محمد، يمنى لو يسرى؟ يمنى. يمنى، حلو. أحمر لو أسود محمد؟ أحمر. أحمر، رقم بدون رقم محمد؟ بدون رقم. بدون رقم، أحمر بدون رقم. ثبت، ثبت محمد؟ ثبت. تمام ثبت. وأنت اختاريت اللون الأحمر، وهذه ورقتك يا محمد، ألف مبروك، 100,000 دينار عراقي. ألف مبروك يا محمد، ألف مبروك الابن دياله. حلو، بداية مبشرة. شوف ايش قد نفرح، يعني لو تشوفون الهوسه بالكنترول اول ما فاز محمد كلها صفقت له. احنا بصراحه بالسومريه يعني قررنا هذا الشهر هو شهر الخير والبركه، وحبينا انه كل الناس يعني تفرح وتفوز ويانا اكيد ب يعني صحيح ممكن مبالغ يعني راح نوعا ما تسد حاجتكم، لكن هو مبلغ بصراحه راح يرسم الابتسامة على وجوهكم. ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. أحمر لو أسود وياكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والبركة. الاسم الثلاثي لو سمحتي. هلا ومرحبا. هلا ومرحبتين. الاسم الثلاثي. ألو تسمعيني؟ الاسم الثلاثي. عوفي التلفزيون، عوفي التلفزيون، اسمعيني بس من التليفون لو سمحتي يا انسة حتى نسمع صوتك. الاسم شنو شنو عيدي؟ سارة. سارة شنو؟ وليد صالح. سارة وليد صالح من وين؟ من الأنبار الفلوجة. حي الله الأنبار وحي الله أهلنا بالفلوجة وحي الله سارة. سارة مستعدة اليوم؟ الحظ شلونه؟ أكو إلهام؟ يعني الحمد لله. إن شاء الله يا ربي. أكو إلهام؟ أكو إحساس أنه أنت اليوم راح تفوزين ويانا؟
ان شاء الله ولو متوتره اول مره. لا تتوترين، لا تتوترين ساره، الورق يحب الانسان الواثق من نفسه. يلا يا ساره، ساره هسه داخله الورق، تشوفيني امام شاشه السومريه، انتظر منك اشاره التوقف. تمام اتوقف. وقفي اوقف. تمام ايه تمام وقفت. امامك الورق اقطع. ايه يلا ايه نقطع الورق. ايه. ساره، ساره بنت الفلوجه وحي الله الانبار، يمنى لو يسرى؟ يمنى. يمنى حلو. ساره يمنى. احمر لو اسود؟ ايش لابسه انت؟ احمر اسود؟ سولفي لنا بشنو تحسين الحظ اليوم، احمر لو اسود؟ احمر. احمر. الرقم بدون رقم؟ رقم. شنو هو الرقم؟ رقم اي اي عشرة. عشرة اللون احمر، وسارة بنت الفلوجة اختارت ذا ماكس يعني الأعلى، أعلى رقم أكيد بأوراقنا رقم 10، فإذا 10 ينضرب في 50,000 تصير مليون دينار عراقي. سارة بتعرفين أنت تلعبين على سوري نص 500,000 دينار عراقي. سارة بتعرفين أنه أنت تلعبين على نص مليون دينار عراقي؟ أي نعم. 500,000 دينار عراقي إذا ربحتيها شنو تسوين بيها سارة؟ والله ما أعرف شنو تسوين بيها يا سارة؟ فكري. أساعد الفقراء وإلي والبنات. عافية عليك، عافية عليك، إن شاء الله يا ربي بميزان حسناتك. الجواب صراحة كلش حلو ولطيف، برمضان أكيد شهر البركة والخير. شلون حسيتي رقم 10 وشلون يعني؟ ما اعرف بلي لا تفكير ولا شيء، قلت على الله صراحه. شوفي الكنترول هالقد ما سعيد، فقال اول ما تاخذين 500,000 اسلمها بيدي. الله الكنترول في شيء. ساره مستعده نكشف الورقه؟ مستعده. يعني ساره رقم 10 تحسين رقم ميلادك؟ اكو يوم مهم سعيد بحياتك؟ لا 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 لا. يلا مستعده اكشفلك الورقه ساره؟ مستعده. ساره زين خل اعقد وياك ديل، عندي فد وياك اتفاقيه. شنو رايك اشتريها منك ب 100,000 دينار عراقي يعني؟ لا ما ابي. اها 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 ما تقبل عمي تبيع؟ عندي فكري دانشي روحك. اشتريها ب 100,000 لو لا؟ فضيها يا معاوضه. لا فضيها. لا ما ابي. يلا اوكي عيني خل افضها. حط الكاميرا، حط الكاميرا على الورقه. حظ اوفر، حظ اوفر. شكرا. شوفي انا ردتش تشترين 100,000 بس ستي. ساره شكرا لاتصالك، حي الله اهل المبار حبايبنا وفلوجه، واسفه لانه شوي عذبتك، بس هي احنا لعبتنا هي بيها بصراحه تشويق، وردنا نفيدك. وصراحه الكنترول رادي ظل يبكي قال ليش ما اخذت النص مليون. حظ اوفر ان شاء الله اكيد. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. احمر لو اسود. طبعا اليوم متابعين ما شاء الله عليهم مشتركين، اكو فد تفاؤل. الو. مرحبا اخويا. مرحبا حياك الله. حياك الله، الاسم الثلاثي ومن وين؟ انا نافع عبيد محسن. نافع عبيد محسن، يا هلا هلا باخويا نافع. حياك الله. حياك الله. يعني شفتك. من وين انت؟ أنا فلوجة. أني الله اليوم أهل الفلوجة متفاعلين جدا، شنو رأيك كنترول؟ كنترول؟ والله من نعم منكم، والله برنامج أقرباء الكنترول. أنت أقرباء الكنترول. الله أمشي الفلوجة، خوش أكل بالفلوجة، خوش دليمية وحركات. أي والله. أي والله خوش دليمية. والله لازم نزوركم، لازم نزوركم. يلا يا نافع. هلا بيك. هلا وحيا الله بأهلنا أهل الفلوجة. وحيا الله ملقاكم اكيد. يلا يا نافع اتوقف عن الخبط.
يلا اتوقف. يلا تؤمر. توقف. ابن الفلوجة اقطع. اقطع. حلو. تلعب وخوش تلعب. اقطعي. هلا والله. حيا الله. يلا شوف، يقولون اهل الانبار واهل الفلوجة يعني بحد ذاته ياكلون بالخمس. تاكل باليمنى باليسرى؟ لا باليمنى. باليمنى. اذا انت تختار يمنى؟ يمنى؟ اختار. اي اختار يمنى. يمنى. هلا بنافع. نافع اخويا. يمنى اي نعم. احمر لو اسود؟ هذا السؤال. لا احمر. احمر. رقم بدون رقم نافع؟ رقم. رقم شنو؟ الرقم شنو؟ ايش قد الرقم؟ ما ايش قد. يعني لا اقول رقم. الرقم ايش قد؟ لازم تقول رقم عندك من واحد للعشرة. كيفك انت؟ تريد بس الوقت. لون او تريد لون ورقم؟ انت حر، كيفك؟ هذا اختيارك. لا بس لون. بس لون احمر. احمر نافع. أحمر. نثبت؟ اي مثبت. يلا نافع، بما انه انت نعم. اختارت الاحمر وورقتك تقول لك الف مبروك 100,000 دينار عراقي، ويا مضر وخر راسك مدى اشوف الورق، مستحيل يعني. ايده ايده تعمل ايه يا مور. شكرا جزيلا والف الف مبروك، وحي الله اهل الفلوجه حبايبنا، وحي الله نافع اخويا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو مرحبا. الو. الو مرحبا اخويا، الاسم الثلاثي. مرحبا. اسم الثلاثي. صباح الخير جافي. شنو الاسم؟ لا بس اول شيء نصلي لي صوت التلفزيون. الله بالخير. الله بالخير اول شيء. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير اخويا، والعافيه عليك وعلى الاهل اللي دا يتابعونا اكيد. الاسم الثلاثي بشكل واضح على كيفك، من تحكي تحكي سريع شوي. يعني اسم الثلاثي صلاح فرج هاشم. كنترول شو اسمه؟ كرار شنو؟ صفاء فرج هاشم. صباح فرج هاشم. صفاء فرج هاشم من وين؟ من السماوة. حي الله السماوة. هلا بأهلنا بالسماوة وهلا بصفاء. صفاء جاهز؟ جاهز. نلعب لعبتنا؟ يلا تمام، انتظر منك يلا. إشارة التوقف عن الخبط. يلا أتوقف؟ توقف. يلا توقفت. وهذا الورق يا صفاء. صفاء أقطع. أقطعي. تمام. عندك جهة اليمين واليسار، وشنو تختار؟ يا جهة حس إلهامك وإحساسك وحظك الحلو يا صفاء. وين؟ يمنى لو يسرى؟ يمين. 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 اليوم كلها يمين. اليوم كلها يمين. أحمر لو أسود يا صفاء؟ أسود. أسود. حلو. رقم بدون رقم؟ رقم أربعة. أربعة لون أسود. صفاء نثبت. ثبت. نثبت. ثبت. أربعة. أنت تلعب على 200,000 دينار عراقي. حبيت بس أقول لك صفاء واختاريت اللون أسود ورقم أربعة. جاهز أكشف لك الورقة صفاء؟ إيه جاهز. زي ليش اختاريت رقم أربعة؟ والله ما يعني شلون حسيت انه يعني الورقه هي رقم أربعة؟ والله هيك هيك. اوكي احساسي. خلينا نكشف الورقه لك صفاء. اختاريت رقم أربعة واللون اسود وورقتك تقول لك حظ اوفر ان شاء الله. ارجع دز لنا مسجات على الواتساب والارقام موجوده اسفل الشاشه، وان شاء الله الحظ يحالفك بالاتصال اكيد المقبل ان شاء الله. شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك، واكيد الاتصالات دائما تكون علينا وعلى حسابنا الخاص ببرنامج احمر لو اسود. نرجع نذكركم بالارقام 0787700942 للي حاب يشترك ويانا. اكيد ناخذ اتصال ونقول الو. 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 السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام والرحمه، من ويانا؟
بس صوتك شويه علي لي يا مريومه. انا سمعت مريم. مريم شنو؟ فواز. مريم فواز من الرمادي. الصوت كلش بعيد مريم، ده تسمعونه؟ تسمعيني هسه؟ لا صوتك بعيد، كانه صوتك محطوط على السماعه فد كاتب صوتك. هسه تسمعيني؟ هسه اسمعك حلو يا مريم. مريم فواز ايش؟ مريم فواز عبد الكريم. عبد الكريم من وين مريم فواز عبد الكريم؟ من الرمادي. من الرمادي، يا هلا بالرمادي. الله اهلا بيك. الله الرمادي. اليوم شنو فطوركم؟ شنو فطرت؟ مشويات. شنو سويتوا؟ مشويات يعني. مشوي. ألف عافية، ألف عافية، ألف عافية. الله يعافيك. ألف عافية. زين، حاضرة وجاهزة إن نبلش لعبتنا؟ أي نعم. يلا انتظر منك إشارة التوقف عن الخبط. تمام. أتوقف؟ أتوقفت. تمام مريومة. يلا مريم عندك هسه شو نقول لك؟ نقول لك اقطع الورق بالنص. اي طبعي. تمام مريم، اذا خيرتي بيوم من الايام انه يطلع لك طريقين، طريق اليمنى لو اليسرى، وهسه عندك انت جهتين، شنو تختارين؟ يا جهة تفضلين دائما تحسين انه الحظ يعني يمنى. يمين صح؟ يمين. اي اي يمين. يلا يمنتج يا مريم. مريم يا لون تحبين؟ وين تحسين اليوم السعادة والحظ والإلهام؟ وورقتك شنو تقول لك؟ اني احمر لو اسود. طبعا انا ما اختار، بس راح اختار الاسود. أسود. رقم بدون رقم نعم. مريم بدون رقم. بدون رقم نعم. وأسود نثبت. أي نعم نثبت. مريم اختاريتي اللون الأسود وبدون رقم، وورقتك تقول لك ألف نعم. مبروك، 100,000 دينار عراقي. حي الله بنت الرمادي، ويا رب إن شاء الله تتهنين بال100,000 دينار عراقي. شكرا جزيلا لمشاركتك. ناخذ اتصال اخر. ألو. ونقول الو. الو رمضان كريم. الو رمضان مبارك. شنو الحيويه؟ ايش فاطره اليوم؟ ايش فاطره؟ ايش فاطره اليوم؟ حيويه فول. حيويه. حيويه اليوم. دولمة. شنو؟ دولمه. دولمه. هلا بالدولمه. والله الدولمه تطلع حيويه، بس انا من اكل دولمه انام. ايش قد عمرك؟ ايش قد؟ 18 سنة. 18 سنة العمر كله. الاسم الثلاثي حبيبتي؟ شهد أحمد كاظم. شهد أحمد كاظم. هلا بشهودة. كاظم. شهودة شلون اليوم إحساسك؟ عيوني. اليوم راح تفوزين، تسلم عيونك. بسي. اليوم تفوزين؟ راح أفوز إن شاء الله يا رب. شهودة يلا شهد. هسا أنا داخلط الورق مثل ما تشوفين، تشاهديني على شاشة السامرية، تشوفيني؟ إي أشوفك. يلا تمام. ها؟ صدى مستمعي ما صوت البلازمه ده ابو علي. لا نصي نصي صافي عليك. يلا ناخذ من عندك اكيد الاشاره توقف عن الخبط. اي توقفي. تؤمرين. يلا شهوده تابعين انت والاهل مو؟ اي سلامنا للاهل. هسه اقطع الورق. امرين. اقطع. اي يلا قطعي. قطعت. تؤمرين شهوده. شهد يمنى. يمنى حلو. شهد خوش تلعب. شهد احمر لو اسود؟ عيوني. عيونك الحلو احمر. احمر. رقم بدون رقم؟ بدون رقم. بدون رقم. حلو حلو. شهد عيوني. انت واثقه من نفسك كلش؟ هاي قلبي. انت واثقه من نفسك واختاريتي اللون الاحمر؟ احساسك 100% ورقتك لون احمر؟ اي خلي نكشفها ونشوف. يلا تشوفيني على التلفزيون. يلا تمام. يلا ورقتك تقول لك للاسف حظ اوفر شهوده، حظ اوفر. شكرا لاتصالك وعاشت ايدك على الحيويه والضحكه، وان شاء الله يا ربي الضحكه دائما ما تفارق وجهك. نروح الى فاصل واكيد راجعي لكم. احمر لو اسود.
ورجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل، منتظرين اتصالاتكم او منتظرين مسجاتكم عبر الواتساب على الرقم 07-8700-942. اكيد بانتظار صاحب الرقم الصعب، كنا بانتظار من سيربح اكيد النصف مليون دينار عراقي او ال 450 او ال 400 الى تنازلي، وشوكت يطلع جوكر لصاحب الحظ الحلو. وخلينا ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو، مرحبا. مرحبا، رمضان كريم. رمضان مبارك عليك وعلى العائله. الاسم الثلاثي لو سمحت، ومن وين؟ على عايد خضير بغداد. حي الله علي وحي الله اهل بغداد. علي، علي ايش؟ علي عايد خضير. يا هلا ومية هلا بعلي. يلا ابو حسين، خلينا ندخل باجواء لعبتنا. شو وقت اتوقف عن الخلط؟ توقفي. اتوقف. حاضر، امامك الورق، اقطع. قطعي. يلا، عندك الآن جهتين، جهة اليمين واليسار يا علي أو أبو حسين. يمين. علي يمين. حلو. أحمر لو أسود؟ أسود. أسود. رقم بدون رقم؟ في صار الدعم بدون رقم. بدون رقم. أسود بدون رقم يا علي. أنت تلعب على 100,000 دينار عراقي. خلينا نكشف الورقة. تمام، جاهز؟ جاهز. يلا جاهزين. ورقتك يا علي تقول لك اني لون الاحمر. حظ اوفر وشكرا لاتصالك. يعني حلو، يعني هيك مثلا انه اني اتصل واكون واثق من نفسي، حلو. يعني احنا كلش فرحنا، لكن يا ريت انه شويه نؤمن بحظ الورق حتى يطلع اللون مثل ما تريدون او لون ورقم مثل ما تريدون. خلينا ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا. مرحب، شو الاخبار؟ رمضان كريم. رمضان مبارك علينا وعليك وعلى العائله. الاسم الثلاثي. عفوا عيني. الاسم الثلاثي. ايات حيدر جبر. ايات حيدر جبر. ايات من وين انت؟ من بغداد. من بغداد. انت ومنو دا الشاهدينه؟ ها، انت ومنو دا الشاهدينه؟ اني وماما. سلمين لنا على الماما كلش هواية. يلا. انت مشاركة قبل آيات؟ لا، هاي أول مرة. هاي أول مرة. حلو. هسه دشاهديني على السومرية مو؟ دشوفيني. الأول والله طالعة ما دا أشوف على الشاشة. يلا، ها؟ طالعة ما دا أشوف على الشاشة بس على الخط. لا تعذرينا، احنا كلش آسفين يا آيات. لازم احنا من شروط اكيد لعبة احمر لو اسود انه يجب ان تشاهد شاشة السومرية عند الاشتراك، لانه لعبتنا تعتبر او تعتمد على التوقف عن الخبط، وفي خطوات لازم تشوفها انت امام الشاشة حتى اكيد يكون اشتراكك او مطابق لتعليمات و اكيد بحذافير الاشتراك اللي احنا دائما نطلبها من عندكم. خلينا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. اسفين يا ناس، كلش اسفين صراحه. الو. الو. الو، مرحبا. مرحب. من ويانا؟ الاسم الثلاثي. رشا. رشا جبار دوية. رشا جبار دوية. دوية، اوكي. من وين رشا؟ من الناصرية. حي الله الناصرية. حي الله الناصرية واهل الناصرية الطيبين الاذكياء. اهلا بيك حبيبي. يقولون بنات الناصرية حظهم كلش حلو، صحيح؟ يا رب ان شاء الله. حلوات وحظهم حلو. يا رب. يلا رشاوي. جاهزة؟ جاهزة نلعب؟ جاهزة. يلا. جاهزة. هسا امامك اني، دا تشوفيني على الشاشة أول شيء. ايه. تمام، هسه دا اخلط الورق امام الشاشه، انتظر منك ان تقولين انغام توقفي عن الخلط. يلا يلا. توقف. توقفت. اقطع الورق بالنص رشا. ايه قطع. يلا قطع. تمام حبيبتي قطع. خل نقطع. عندك يمين ويسار رشا. رشا انت شنو الجهه اللي تفضلين؟
تتعاملين بها؟ جهة اليمين أو اليسار؟ اليمين. يمنتك يعني؟ يمنتك أكيد هذه أحمر لو أسود رشا؟ أحمر. أحمر. رقم بدون رقم رشا؟ أي رقم. شنو الرقم؟ خمسة. خمسة. حلو. خمسة وقلنا اللون شنو؟ أحمر. أحمر. إذا نثبت رقم خمسة لون أحمر. أوكي نثبت. أنت إذا تلعبين يا رشا على 250 ألف دينار عراقي، تمام؟ تمام. واختارتي اللون الأحمر ورقم خمسة، يعني تمام. ليش اختارتي رقم خمسة؟ بعديك جبالك. أجبالك. واللون الأحمر؟ أحبه. تحبي. أحد ساعدك من أهلك؟ لا انت وحدك. بس انت وجهالك. الله يحفظ لك الاطفال ان شاء الله. كم طفل عندك؟ بعد يلا خمسه. خمسه، شفتي عندك خمس اطفال اختاريتي رقم خمسه. يلا خلينا نكشف لك الورقه رشا. جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. ورقتك اختاريتي رقم خمسه واختاريتي اللون الاحمر، وورقتك لون احمر لكن مو خمسه، رقم ثمانيه. شكرا لاتصالك رشا واهلا وسهلا بك. شكرا لاتصالك والله يحفظ لك الاطفال. ونقول الو. 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 الو اسمعك، بس ممكن تنصينا صوت التلفزيون اخويا؟ الو. نصي صوت التلفزيون واسمعني بس من التليفون لو سمحت. نص التلفزيون وقاعد. يلا تمام، نصونا صوت التلفزيون وسمعونا فقط من التليفون. من ويانا؟ الاسم الثلاثي. الاسم الثلاثي. سعد حميد حبيب. سعد حميد حبيب، صحيح؟ حبيب. تمام. صحيح. سعد حميد حبيب من وين؟ أخويا سعد. من بغداد، من منطقة الحميدية. حي الله الحميدية، وإن شاء الله حياتك كلها سعد وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله. تعرف خطوات البرنامج أكيد؟ أعرف الخطوات. يلا تمام، هسه أمامك أمام الشاشة دا تشوفني دا أخلط الورق. إن شاء الله. أتوقف عن الخلط. توقف. أتوقف. سعد أقطع الورق بالنص. أقطع. سعد شنو تحب؟ اليمين لو اليسار؟ أحب اللون لا قبل اللون، جهة يمين لو يسار يا سعد؟ ها؟ يسرى. يسرى. يسرتك؟ إذن هذه يسرتك يا سعد. يا لون تفضل أو دائما بحياتك الألوان اللي تكون مفضلة عندك وتحس إنه الحظ والالهام بيها الاحمر لو الاسود؟ نقول يا الله واللون الاحمر. احمر. حلو. سعد رقم بدون رقم؟ بدون رقم. بدون رقم. لون احمر بدون رقم. بدون رقم. سعد نثبت. ثبت. نثبت. حلو. سعد اكشف الورقه. اي يلا نكشف الورقة. وسعد اختار اللون الأحمر وبدون رقم وثبت على اللون الأحمر. وورقتك بس شوية مضر ورق. شكرا مضر. نقول لك ألف مبروك أكيد سعد، 100 ألف دينار عراقي واللون الأحمر مثل ما اختاريت. إن شاء الله يا ربي تتهنى بيها، وألف عافية عليك وعلى العائلة إن شاء الله. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو. حلو، يعني سعد جاي من الآخر، اختار اللون الأحمر وطلع على لون أحمر وفاز ويانا 100 ألف دينار عراقي. ونقول ألو. مرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك، من ويانا؟ الاسم الثلاثي. ضياء عباس ناصر. ضياء عباس ناصر، من وين ضياء؟ من ديالة. حي الله ديالة وحي الله شبابنا من ديالة. عباس الله يحييك.
بتشاهدني على شاشة السومرية؟ نعم. تمام. أتوقف عن الخلط؟ أتوقف. أتوقف. حلو. أقطع. أقطع قطعي. الورق. تمام. نعم قطع. عباس يمين لو يسار؟ يمين. يمين. حلو. يمنتك يا عباس. أضياء. ضياء عباس إيش؟ بس مرة ثانية تعيد لنا الاسم الثلاثي. ضياء عباس ناصر. ضياء عباس ناصر. ضياء أحمر لو أسود؟ أسود. أسود. رقم بدون رقم. ضياء بدون رقم. بدون رقم. أسود بدون رقم. ضياء نثبت. نعم. تحس ورقتك اللون الأسود؟ والله بعد ما أعرف. إن شاء الله. هسا أنت تلعب على 100,000 دينار عراقي، نكشف لك الورقة. مستعد ضياء؟ نكشف الورقة ضياء؟ أكشف يعني. يلا ضياء ورقتك، أنت اخترت لون الأسود ورقتك لون الأحمر. شكرا لاتصالك، ورقم 9 لون احمر. شكرا جزيلا ضياء، وشكرا على الاشتراك. ناخذ اتصال اخر اكيد. نقول الو. الو. رمضان كريم. رمضان مبارك عليك وعلى العائله. الاسم الثلاثي حبيبتي. فردوس قاسم جارك. شنو؟ فردوس قاسم جارك. جارك. جارش. تمام. فردوس جد عمرك؟ نعم أنا عمري 20. العمر كله من وين؟ سلمين حبيبتي، أنا من حي أور. حي الله حي أور وحي الله بنت بغداد. يلا تمام. نعم. يا فردوس هسه أنا دا أخلط الورق، أتوقف عن الخلط؟ أي توقفي. يلا توقفت. فردوس أقطع؟ نعم أقطع الورق. تمام. يسرى. يسرى. حلو. فردوس اختارت جهة اليسرى. فردوس. نعم. شنو تفضلين، اللون الأحمر لو الأسود؟ اللون الأسود. الأسود. حلو. رقم بدون رقم فردوس؟ الأسود وبدون رقم. وبدون رقم والأسود. يعني ليش اختارتي اللون الاسود؟ والله انا متفائل بيه صراحه، بما انتي لابسه اسود فانا متفائله. يا رب ان شاء الله مثل ما اني لابسه اسود، ان شاء الله يا رب الفوز والحظ السعيد لك. نكشف الورقه فردوس. يلا يا يلا الله. نكشف الورقه، وانت اختارتي اللون الاسود وثبتي على اللون الاسود بدون رقم، ونقول لك مبروك يا فردوس، 100,000 دينار عراقي تتهنين بها ان شاء الله انت والعائله، وشكرا لاتصالك. شفتوا شفتوا اني شلون حظ حلو؟ اني حظ حلو اليوم، اني حظ حلو يخبل. اي العام تفوز، العام تفوز، حتفرح تونس. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والبركه. الاسم الثلاثي. أحمد سالم من الناصرية. أحمد سالم جبر. أحمد سالم جبر من الناصرية. يا هلا ومية هلا بابن الناصرية. من وين من الناصرية بالضبط؟ يا منطقة. نفس الناصرية. نفس الناصرية. وين؟ سوق الشيوخ. وين؟ الحبوب. الحبوب. الحبوبي. هلا وهلا بأخوي. هلبي. تمام. بس ذكرني بالاسم الثلاثي مرة ثانية. أحمد سالم جبر. أحمد سالم جبر من الناصرية. تمام. أبو شهاب تعرف شروط المسابقة؟ تشوفني على التلفزيون أول شيء. نعم نعم. تمام. شو تتوقف عن الخبط؟ أنتظر منك تقول لي توقفي عن الخبط. تمام. توقفي. توقفت. حلو. أحمد أقطع بالنص. نعم. الورق. أقطع. يلا أقطع. عندك جهتين يمين ويسار يا أحمد. أحمد يمنى لو يسار؟ نعم
يمين يمين يمين. حلو. وهذه ورقتك يا أحمد أمامك ده تشوفها. ورقتك تسألك تقول لك أحمر لو أسود؟ أحمر. أحمر. رقم بدون رقم أحمد. بدون رقم. بدون رقم. حلو. جاي واثق من نفسك. لون أحمر بدون رقم. مثبت أحمد. نعم نعم مثبت. أنت ومن ده شاهدنا؟ أنا والعائلة. الله يحفظ العائلة وسلامنا للعائلة جميعا فردا فردا. نكشف الورقة أبو شهاب. أكشف. يلا نكشف ورقتك. اختارت اللون الأحمر وبدون رقم. ورقتك اللون الأسود ورقم 7. شكرا لاتصالك ونعتذر من عندك. تمنينا أكيد يا ابن الناصرية أن تفوز ويانا لكن للأسف ما حالفك الحظ. شكرا لاتصالك أكيد وحظ أوفر. ناخذ اتصال ونقول ألو. اليوم لازم نربح أكبر عدد أكيد ممكن. ناخذ اتصال إذا تسمحوا لنا ونقول هلو. هلو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. من ويانا؟ رمضان كريم إن شاء الله عليكم. رمضان مبارك عليك وعلى العائلة. من وين؟ أشكرك رحم الله والديك. أنا من الديوانية حامد حمزة حجيل. حامد حمزة؟ حمزة حجيل. بس الاسم الثالث لو سمحت شوية صوت أعلى. اسمي هديل. هديل بالأخير. هزيل صح؟ هديل مو هميل. هديل. هديل أوكي تمام. بالإه. بالإه أوكي تمام. هديل. هديل. تمام. إذن حامد صحيح حامد؟ حامد حمزة هديل. حمزة هديل تمام. حامد من الديوانية. من الديوانية. حيا الله أهل الديوانية نورتنا يا حامد. حيا الله. ونورت أكيد برنامج أحمر لو أسود. انت اذا تشوفني على شاشه السومريه تعرف احنا من شروط اكيد الاشتراك انه لازم تشاهد شاشه السومريه اثناء اكيد اللعبه. تمام تمام. يلا هسه دي شاهدنا. نعم كنترول دي يسال. اوكي جاي اشوف. عشت ايدك. هسه انا دخلت الورق انتظر منك انه تقولي توقفي عن الخبط انغام. تمام. اتوقف. تمام توقفي. حلو. حامد أقطع. أي هذا هو قطع. أقطع. عندك يمنى ويسرى يا حامد. حامد شنو تختار؟ أوكي. الجهة اليمين لو اليسار؟ أختار الجهة اليمين. اليمين يمنتك يا حامد وهذه ورقتك. ورقتك تسألك تقول لك أني لوني أحمر لو أسود. أوكي. احمر لو اسود. تمام راح اختار اني بس لون ست انغام. بس لون تأمر امر بس لون. حاضر. تلعب على 100,000 دينار عراقي. انت تعرف يا حامد من تختار لون تلعب على 100,000 دينار عراقي. اشكرك رحم الله. اختار اللون الاسود. اللون الاسود. حامد تمام. ابن الديوانيه اختار اللون الاسود بدون رقم. تمام. ثبت. ثبتت خلاص. انثبت هذا هو. راح اكشف الورقه. حامد اختارت اللون الاسود وبدون رقم وورقتك تمام. اللون الاسود. الف الف مبروك يا حامد ويا رب ان شاء الله تتهنى بال 100,000 دينار عراقي. شكرا جزيلا على مشاركتك. ناخذ اتصال. اي تأمري. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو. الو مرحبا. أهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان مبارك ينعاد عليك بالصحة والسلامة وعليك والأهل إن شاء الله. من ويانا الاسم الثلاثي حبيبتي؟ زهراء عدنان حليو من الناصرية. حي الله للناصرية. زهراء عدنان حليو صح؟ كل ناصرية اليوم. صح. اليوم يعني من الآخر الناصرية. اليوم الفوز كله للناصرية إن شاء الله. زهراء اليوم شنو احساسك؟ تحسين انه انت اليوم راح تفوزين ويانا؟ ايه تحسين اليوم. اليوم انت شنو ناويه؟ ناويه على لون لو لون ورقم؟ لا بس لون. بس لون. يلا تمام. انت وين دا تشاهدينه اول شيء؟ انا والعائله. انت والعائله. سلامنا للعائله فردا فردا
ويا ربي الله يحفظكم البعض ويخلي أهالينا أكيد بالناصرية. وخلينا نبلش أكيد بلعبتنا هسه. دا أخلط الورق، أتوقف عن الخلط، أتوقف تأمرين زهراء. أقطع أقطع أقطع. بنت الناصرية يمنى لو يسرى؟ يمنى يمنى. حلو. زهراء أحمر لو أسود؟ أحمر إن شاء الله. أحمر إن شاء الله. لون بدون رقم قلنا صحيح بالبداية؟ إيه بدون رقم. نثبت على اللون الأحمر زهراء إن شاء الله. يلا تمام. إذا طلع أحمر أسمع هالهولة من الأهل، خوش متفقين؟ إيه أكيد. يلا تمام. ورقتك اكشفها زهراء، كشفيها. يلا. واختارتي اللون الاحمر وللاسف للاسف حظ اوفر يا زهراء. تمنينا نسمع هالهولتك اكيد، لكن اكيد حظ اوفر ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي دزوا مسجات اكثر على الواتساب ونرجع نتصل بكم وتفوزون ويانا. حان الان نروح فاصل واكيد نرجع لكم احمر لو اسود. رجعنا من بعد الفاصل ومستمرين أكيد ببرنامجنا أحمر لو أسود، ونرجع نستقبل اتصالاتكم ونقول ألو. ألو. مرحبا يا هلا ومية هلا. من ويانا؟ الاسم الثلاثي. رمضان كريم. رمضان مبارك ورمضان الخير والبركة عليك وعلى العائلة إن شاء الله. دورك حبيبتي على الجميع إن شاء الله. الاسم الثلاثي حبيبتي. دعاء قاضي عزيز من بغداد. دعاء قاسم؟ اي قاضي. قاضي غازي. دعاء غازي ايش؟ عزيز. عزيز. بس ممكن انه تلفظين الاسم الثالث بوضوح حتى يسجلوه؟ سعاد. سعاد قاضي غازي زي. ايش؟ عزيز. عزيز اسم الثالث. سعاد. سعاد غازي عذيب. عذيب نعم. سعاد يا رب ان شاء الله اليوم تحصلين على اللي تريديه اكيد، بعد ما تختارين يا لون او لون ورقم. خلينا سعاد من وين انت؟ من بغداد. من بغداد. اوكي تمام. سعاد جاهزه نبلش بلعبتنا؟ اي جاهزه. يلا تمام. هسه انا دخلت الورق امامك، تشاهديني على شاشه السومريه سعاد؟ ايه. يلا تمام. سعاد هسه داخلط الورق مثل ما تشوفين، انتظر منك انه تقولي لي انغام توقفي عن الخلط. توقفي عن الخلط. توقفت. حلو. هسه توقفت عن الخلط، هذا الورق مالتك، وراح نقسم الورق بال سوري انتظر اقسم. ماشي. سعاد اقسم. ايه. يلا تمام. قسمت الورق بالنص سعاد، عندك يمنى لو يسرى، شنو تختارين؟ أي جهة تفضلين؟ أقطع. يسرى. 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 تمام. يسرتك يا سعاد هذه. أحمر لو أسود؟ أحمر. أحمر. رقم بدون رقم سعاد؟ رقم. شنو الرقم؟ خمسة. خمسة؟ نثبت لون أحمر رقم خمسة يا سعاد؟ نثبت إن شاء الله. الله. إن شاء الله نثبت. أنت إذا تلعبين على 250 ألف دينار عراقي يا سعاد. سعاد ليش اختارتي رقم خمسة؟ سؤال. ما أحب أن نقول رقم ورقم خمسة، حتى أنه مميز. أنت انولدتي بشهر خمسة؟ لا والله شهر ثامن. الشهر الثامن. واختارتي اللون الاحمر، ليش اللون الاحمر؟ احس انه هو عنده هم تحبه الالوان هو كله. تمام. انا راح اكشف لك الورقه وراها راح اجاوبك يا انه انت ربحتي ويانا ال 250 الف دينار عراقي، يا انت خسرتي.
طبعا اختاريتي رقم 5 لون احمر، صح لو غلط سعاد؟ ايه تمام. ايه هسه راح اكشف الورقه. انت انولدتي شهر 8 مو؟ ايه برج الاسد هذا رقم 8. لو مختاره شهرك يا بنت الناس، لو مختاره شهرك. شفتي شلون رقم 8 ايش قد حلو ايش قد جميل؟ سو كيوت والله صح. يلا شكرا جزيلا سعوده حبيبتي، هارد حظ اوفر اكيد، وان شاء الله يا ربي اتصال اخر تحصلين به وتفوزني انا. ناخذ اتصال ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان مبارك عليك ان شاء الله. الاسم الثلاثي ومن وين؟ والله انا حسين هادي. علي حسين هادي من وين؟ من بغداد. من بغداد من وين؟ من البنوك. من البنوك، حيا الله البنوك. يلا تمام. علي حسين هادي. نعم. ابو حسين. هسه انا دخلت الورق، تشوفني على شاشة السومرية؟ اي نعم. يلا تمام. اتوقف على الخلط علاوي؟ اقطع. لا اتوقف اول شيء عن الخلط. شوي بعيد شنو؟ اتوقف عن الخلط الخبط. اي توقف. اتوقف حلو. علي اقطع. نعم اقطع. قطع. اقطع قطع. تمام عندك هاي يمنى وهاي يسرى يا علاوي، شنو تختار؟ يسرى. يمين لو يسار؟ يسار. حلو يسرتك هذه علي. علي احمر لو اسود؟ اسود. اسود. رقم بدون رقم؟ بدون رقم. بدون رقم. لون اسود بدون رقم. علي اختار. نثبت على اللون الاسود بدون رقم. تمام. نعم تمام. نكشف الورقه علي. تمام يلا تمام. نكشف الورقه. لون اسود بدون رقم وورقتك الف الف الف. مبروك 100,000 دينار عراقي. علي حسين هادي صح لو غلط علي؟ الاسم الثلاثي. نعم. علي حسين. علي حسين هادي الاسم الثلاثي. نعم. شكرا جزيلا والف مبروك، ويا رب ان شاء الله تتهنى بال 100,000 دينار عراقي، واكيد نرجع نخلط الورق حتى نستقبل اتصالاتكم ان شاء الله الربح للجميع. ونقول الو. 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 حلو. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. من ويانا؟ أهلا وياك. من ويانا؟ من ويانا؟ اهلا وسهلا مرحبتين. تفضلي حبيب. تتفضلي والله المهم. ممكن اشترك وياك احضر لو سمحت. الاسم الثلاثي لو سمحت. النبي. الاسم الثلاثي. منى قاسم عبد النبي. منى قاسم عبد النبي. دا تشاهدين شاشة السومرية يا منى؟ نعم. تمام. تعرفين شروط الاشتراك؟ اي نعم. عشتي لك. شقد عمرك؟ عمري 53. العمر كله يا ربي. صراحة صوتك مبين عمرك 20. الله يوفقك حبيبي. صراحة صراحة يعني صراحة صوتك بعدش صغيرونة يا منى. لا وين العمر خلص. من وين؟ من وين العمر كله؟ من وين؟ البصرة. بالبصرة. حي الله للبصرة. شنو فطرت اليوم منى؟ خوش والله. الله اليوم مرقة باقلي. اي والله يحبوها الكنترول يحبوها. انا ما احبها. الف الف عافية. الف عافية منى. خوش سمك عندكم صراحة. خوش سمك بس يعطش برمضان. احنا نبتعد عن السمك يعطشنا. لذلك باكر راح نسوي. تشوفين كلمتنا واحدة. يلا منى خلينا نبلش ب اكيد لعبتنا. هسه دا اخلط الورق وتعرفين انت اكيد الاشتراك شلون. فهسه انتظر منك يا منى انه اتوقف عن الخبط ان شاء الله. يلا توقفي. تؤمرين. اقطع يا منى. قطع. حلو.
منى تلعب وخوش تلعب. منى عندك جهتين امامش مثل ما تشوفين، يسار ويمين، شنو تختارين؟ يمنى لو يسرى؟ ان شاء الله اليمين. ان شاء الله اليمين يا رب. ان شاء الله. احمر لو اسود يا منى؟ احمر. احمر. رقم بدون رقم بنت البصره؟ برقم. رقم؟ شنو الرقم؟ رقم 10. رقم 10 لون احمر. حلو، ده تلعبين على نص مليون دينار عراقي يا منى. نقول يا الله، لون احمر، رقم 10. زين، ليش اختاريتي رقم 10؟ بعد اتسائل بيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. والله يا منى صراحه اريد اقول لك في شيء، إذا قلت لك أنت ربحتي ويانا ب 500,000 دينار عراقي. قالوا لي الكنترول، قالوا لي ما اشلع قلبك. يلا هو قلبي مسلي أصلاً تعبان. اسم الله على قلبك. يلا يا منى راح أكشف لك ورقتك أكيد وما راح اشلع قلبك، ورقتك 9 لون أحمر للأسف. الله حياهم. للأسف للأسف 9 لون أحمر. تمنينا إنه تفوزين برقم 10 لكن فرق نقطة أكيد. شكراً لاتصالك وحيا الله أهل البصرة. صراحة كلش يعني الكنترول ظلوا يبكون وانقهروا. كافي كنترول، كافي. إن شاء الله يا رب تشترك مرة ثانية. يلا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا. شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك. شكرا لله. حبيبتي ويسلمك. أول شيء علي لي صوتك ونصي، شوفيني على التلفزيون. أفراح عبد الكريم حسين. شنو؟ أفراح عبد الكريم حسين. أفراح عبد الكريم حسين من وين؟ من وين أفراح؟ فروحة. أفراح تسمعيني؟ أعتقد أفراح ما تسمعني. أفراح، أفراح ما تسمعني، فارجع اتصلوا بها أكيد مرة أخرى. خلينا اختصار آخر ونقول ألو. ألو. مرحبا. الو مرحبا. اهلا وسهلا. الاسم الثلاثي حبيبتي؟ ملاك. ملاك شنو؟ ملاك رعد. ملاك رعد شنو؟ توفيق. ملاك رعد توفيق. من وين ملاك؟ من التاجي. حي الله التاجي واهلنا بالتاجي. بس شوفين شاشه السومرية ملوكه؟ اي ده اباو على الشاشه. يلا تمام. هسه انا دخلت الورق. ملاك شو وقت تتوقف عن الخلط؟ ونصلي صوت التلفزيون. ملوكة قبل لنبلش نصلي صوت التلفزيون. اي بريد. نصلي صوت التلفزيون نهائي. اسمعيني فقط من التليفون حتى نسمعك زين. يلا تمام يا ملوكة. هساني دخلت الورق. انتظر منك انه اتوقف عن الخلط. اتوقف؟ اتوقف عن الخلط ملوكة؟ اتوقفي. تمام. توقفت عن الخلط. اقطع يا ملاك. اقطعي. يلا تمام. نقطع الورق بالمنتصف. وعندك يمنى لو يسرى، شنو تختارين ملوك؟ لا ان شاء الله يمنى. ان شاء الله يمنى يا رب. احمر لو اسود ملاك. احمر لو اسود. ساعدينا شويه. اساعدك؟ والله ما اقدر. شويه شويه. حالي من حالك. اصلا شوفي اكو شيء حول رقبتي. حول رقبتي يعني بس ارد احكي ما اقدر. فاني حدي اسال اساعد يا ريت. اتمنى ساعدكم بس صدقيني اني قدامك امامك ما اعرف شنو يا لون صراحه. باذن الله. باذن الله. باذن. اي يا رب. باذن الله. احمر. احمر. رقم بلا رقم؟ لا رقم. رقم شنو هو؟ حلو حلو. والله ما اعرف بس هو رقم. اها. 5 4. لا 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 ما قلناش كذا. رقم واحد. عندك من 1 ل10 اختاري كيفك. هسه قلتي اللون الاحمر حلو اختاريتي لون، لكن بقى الرقم اختيارك. رقم واحد تختارين شنو هو؟ عندك من 1 ل10 كيفك. يا رقم.
بإذن الله سبعة. سبعة بإذن الله يا رب. أنت إذا تلعبين على 350 ألف دينار عراقي لون أحمر نثبت. نثبت نثبت إن شاء الله. إن شاء الله وكلت بالله. اختاريتي لون أحمر واختاريتي رقم سبعة ورقم سبعة يعني 350 ألف دينار عراقي. شنو رأيك تبيعين الورقة بمئة ألف دينار عراقي؟ أقول لك أشتري منك الورقة كلها قدامك حبيبتي. لا 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 مو قدامك مو هيك يعني باعي. إذا كشفنا الورقة وطلعت صح راح تاخذين 350 ألف دينار عراقي. زين أني أكو فد أوبشن أنه أنت تبيعين ورقتك ب 100 ألف دينار عراقي بدون ما تشوفيها. لا لا هو حاب خل نشوفه لا بيع ولا حابة يعني ما تبيعين. حلو بعد فكرت يم الله بعد حلو أسف آخر مرة بعد أسف وأكيد ورقتك أربعة لون أسود. شكرا لاتصالك حبيت صراحة أنه أفوزك بس شكرا لاتصالك أكيد ملوكة وعاشت إيدك. وناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو مرحبا آيات صح؟ مرحبا آيات؟ لا غسق. منو؟ غسق. غسق شنو الاسم الثلاثي؟ غسق إبراهيم. إبراهيم إبراهيم عبد الأمير. غسق إبراهيم عبد الأمير من وين غسوقة؟ من الديوانية. حي الله الديوانية. هلا بالديوانية. هلا هلا بالديوانية غسوقة. يلا تمام أتوقف عن الخبط؟ توقف إن شاء الله. أوكي نتوقف. أقطع يا غسق. أقطعي. تمام نقطع الورق بالمنتصف يا غسق مثل ما تشوفين أمامك عندك جهتين جهة اليمين وجهة اليسار. يا غسق شنو تختارين يا جهة تفضلين؟ أختار اليسرى. اليسرى حلو يسرتك هذه غسقة. غسق أحمر لو أسود؟ أسود وبدون رقم. أسود وبدون رقم حلو. جاهزة نكشف الورقة يا غسق؟ الله جاهزة؟ جاهزة ورقتك؟ جاهزة إن شاء الله. أكيد للأسف أحمر. شكرا لاتصالك وحظ أوفر إن شاء الله باتصالات أخرى. وصلنا للأسف لنهاية حلقتنا. انتظرونا غدا مع زميلي علاء. أكيد كثفوا رسائلكم عبر الواتساب حتى نتصل بكم وتشتركون ويانا ببرنامجنا برنامج الملايين أحمر لو أسود. باي باي.